مساء الخير لك وللسادة المشاهدين والمشاهدات في كل مكان. مساء الخير للضيوف الكرام. نحن متواجد الآن في المطاحنة الثانية بمنطقة جازالي، أخذ صورة أوضح وأشمل وأدق عن المخزون، عن سير خطوط الإنتاج في هذه المطاحن لطمأنة الشارع والمجتمع. كان لنا جولة أيضا على المحلات التجارية والأسواق، كل شيء متوفر ولله الحمد، لا يوجد أي نقص فيها. أيضا كان لنا جولة مع مفتشي وزارة التجارة، أيضا أخذنا معهم لقاءات، كل شيء متوفر، الإمدادات متوفرة لجميع المحافظات وليس فقط للمدن، المحافظات في المناطق الحدودية، في المناطق الجبلية في جازان، كما تعلم هناك قطاع جبلي وقطاع ساحلي في جازان، كل المواد الغذائية متوفرة ولله الحمد. للحديث أكثر عن المطاحن الثانية بمنطقة جازان والمخزون المتوفر فيها وسير خطوط الإنتاج فيها، يسرني أن يكون معي الأستاذ عبدو طهري مدير إدارة الإنتاج بالمطاحن الثانية بمنطقة جازان. أستاذ عبدو رحب بك عبر شاشة القناة الأولى، ودي أن تعطينا لمحة عن المخزون المتوفر في هذه المستودعات التابعة للمطاحن الثانية بمنطقة جازان، أيضا سير خطوط الإنتاج هل هي تسير كما كانت في السابق؟ أهلا وسهلا بكم، نرحب بكم بالسادة المشاهدين، مساء الخير عليكم جميعا. الطاقة التخزينية لمستودعات جيزان الحمد لله 200 ألف كيس ومتوفرة حاليا. خطوط الإنتاج زي ما أنتم شايفين مستمرة بالإنتاج وبدون توقف وبدون أي تأثر والحمد لله. الطاقة التخزينية الطاقة الإنتاجية لمطاحن جيزان 1200 طن من القمح، ينتج منها 900 طن دقيق، أي ما يعادل 20 ألف كيس يوميا. وسير الإنتاج ساري وفق خطط استراتيجية معمول بها من بداية السنة، والحمد لله لم تأثر الخطة الإنتاجية ومعمول بها على أساس المخزون أو الطلب السوقي لها، والحمد لله الأمور كلها ماشية في السليم، والحمد لله لم نتأثر بالظروف الراهنة حاليا من فيروس كورونا. أستاذ عبدو، هل هناك يعني قدرة للمطاحن بالتعاون مع المطاحن الأخرى لتوفير الكميات للأشهر القادمة؟ لا زالت لدينا إمكانية واستعدادية استعداد تام للعمل بالطاقة القصوى. هنا نعمل وفق خطط استراتيجية من 3 أيام إلى 4 أيام عمل في الأسبوع، بإمكاننا نعمل إلى 7 أيام، ولكن الحمد لله لم نحتاج لذلك. كما تشاهدون وفرة المخزون بالصورة الطبيعية والأمور الحمد لله على أحسن حال الحمد لله، وهذا بفضل الله ثم بفضل حكومة خادم الحرمين الشريفين ودعمها المستمر لنا. أستاذ عبدو، هل يتم عمل احتياطات واحترازات صحية أفضل في هذه الأيام تماشيا مع ما تبثه وزارة الصحة والقطاعات الأخرى من احترازات واشتراطات قد يتم تطبيقها على المنشآت الصحية والمنشآت الغذائية بشكل عام؟ نعم، معمول بالتعليمات وزارة الصحة من هذا الخصوص، فهناك فحص مستمر للعمالة الداخلة إلى المنشأة بشكل يومي، وعند وجود أي حالة مشتبهة فيها تحول إلى الدكتور، حيث توجد لدينا عيادة ودكتور يتم فحصهم مبدئيا، عند اشتباه بأي حالة يتم إرسالها إلى وزارة الصحة للتأكد من ذلك. كذلك العمالة التي تحضر إلينا من خارج المملكة والتي حضرت من إجازات تم حظرهم أو حظرهم طبيا وعزل منزلي. أستاذ عبدو، أخيرا، هل هناك متابعة للإمدادات للمحافظات الحدودية المناطق الجبلية بحيث أن تصل إليها في أوقات المنع؟ لدينا متعهدين لتغطية منطقة جيزان كاملة، فعن طريق المتعهد تصل إلى المستهلك مباشرة. كل منطقة لدينا لها متعهد رسمي يقوم بتوزيع المنتجات لديهم. كذلك يوجد لدينا تطبيق إلكتروني بإمكان المواطن والمستهلك الطلب مباشرة عن طريق التطبيق، ويوصل المنتج إلى حيث كان. المواطن أو التاجر؟ هو يخص المواطنين، التاجر بإمكانه التواصل معنا مباشرة. أي نعم. شكرا لك سلام. الحفو حياكم الله ونشكر لكم حضوركم معنا، حياك. نعم أخي خالد. شكرا لك يا حسن، الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك طاهر مدير إدارة الإنتاج بالمطاحن الثانية في جازان. طيب انت